أهلا بكم. قال معارضون ليبيون من المجلس الوطني الانتقالي إن أسلحة جديدة ونوعية وصلت إلى الكتائب الأمنية التابعة للعقيد معمر القذافي دون أن يحددوا المنفى أو البحري الذي وصلت منها. وقال المتحدث باسم جيش التحرير الوطني الليبي أحمد باني نقلا عن صحيفة برافدا الروسية إن ما بين 100 و150 مرتزقا وصلوا من بيلاروسيا إلى ليبيا عن طريق الجزائر، من بين هؤلاء طيارون وقادة دبابات ومستشارون عسكريون. وحول ما يتردد عن وجود أسرى جزائريين ألقى الثوار القبض عليهم في أجدابيا، قال باني إن العالم سيشاهد صورهم في وقت لاحق. ومن جهة ثانية نفت وزارة الخارجية الجزائرية أي علاقة لها بنشاط لمرتزقة جزائريين في ليبيا، وذلك ردا على إعلان متحدث باسم الثوار الليبيين أسر مرتزقة جزائريين واتهامه السلطات الجزائرية بدعم القذافي. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عمار بلاني الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية قوله إن هذه المعلومات المتداولة بشكل دوري من طرف قنوات مختلفة لا أساس لها. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن الثوار في وقت سابق أنهم أسروا 15 من المرتزقة الجزائريين في إجدابيا، وقتل 3 آخرين في معارك ضارية دارت السبت في هذه المدينة الواقعة شرق ليبيا. ومعنا من الجزائر صادق بوغطايا الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري. صادق، بين الاتهامات من قبل المجلس الانتقالي وبين النفي الرسمي الجزائري، ما خلفية هذه الاتهامات برأيك؟ أنا أعتقد أنه منذ البداية حاول كثير من الأطراف استخدام جلب الجزائر مرتزقة للجماهيرية، وهي كذبة وبهتان وافتراء. وأعتقد أن منذ البداية المخابرات المغربية، وأعتقد أن ما يسمى محمد السعيد الذي نظم ندوة صحفية منذ أيام قليلة في واشنطن بعلي ريش المستقل من الحكومة الليبية، قال أيضا أن بوليفاريو أرسلت مخاطبين إلى ليبيا. والجزائر دولة تدرك جيدا معنى هذا الكلام وخطورته، ونحن لسنا ندافع عننا متهمين. الجزائر دولة موجودة في المجتمع الدولي تدرك جيدا الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي شعب، وهي تؤمن بأن كل شعب له الحق في اختيار دولته واختيار نظامه السياسي. وما صرح، وايضا سمعنا ايضا ان الجيش الليبي مسك بعض الجزائريين مع ما يسمونه بالثوار. اذا هذه اتهامات باطله. وهل يعتقد ان الجزائر تسمح لنفسها كدوله محوريه في المنطقه وموجوده في علاقات دوليه متوازنه على مستوى العالم ان تنقل ما يسمى بهذه الادعاءات مرتزقه من روسيا عن طريق الجزائر؟ ولكن ما مصلحه الثوار في ليبيا باتهام الجزائر كل مره ومره بعد مره الى ان وصلت الامور الى الحديث عن القاء القبض عن بعض الجزائريين يوصفون بانهم مرتزقه وبانهم سوف يقدمون صورهم الى العالم خلال ايام؟ نحن منذ البداية قالوا بأن هناك ما يسمى بمقاتلي القاعدة مع ما يسمون بالثوار، وكذبوا ذلك وثبت الآن من الولايات المتحدة ومن كثير من الأطراف، وحتى ما يسمى بالمجلس الانتقالي أن هناك عدد من مقاتلي القاعدة معهم. واتهموا الجزائر منذ البداية بأنها جلبت مرتزقة، وكما قلت لك أنها مفبركة من المخابرات المغربية مع بعض الأطراف في فرنسا. وقالت الجزائر لا يمكن ان نقوم بالتدخل في الشؤون الداخليه الليبي، بالرغم من اننا الاشقاء في ليبيا الشعب الليبي كنا منذ البدايه ضد التدخل العسكري، وندرك جيدا الانزلاقات الخطيره التي قد تنعكس على ليبيا والشعب الليبي والمنطقه، وقلنا لابد للاشقاء في ليبيا ان يقومون بتسويه مشاكلهم السياسيين في اطار حوار حفاظا على وحده الشعب الليبي ووحده شعب الاراضي الليبيه، وهو موقف ثابت. ولكن الثوار يقولون بأن الجزائر جلبت مرتزقة، قد يكون هناك بعض الجزائريين، ولكن ليس معنى هذا أن الدولة الجزائرية مسؤولة على تصرفات الجزائريين كأفراد. وليبيا الجيش الليبي يقول مسكنا بعض الجزائريين والتونسيين والمصريين، وليس معنى ذلك أن الجزائر مسؤولة على تصرفات الأفراد الجزائريين في الخارج. الجزائر دولة أولا لا يستطيع أي طرف من ذراع الدولة الجزائرية، والجزائر دولة قادرة على حماية حدودها وسيادتها وتعمل جاهدة على أن يحدث أي شيء في منطقة الساحل والصحراء. طيب إذا كانت سيد صادق، إذا كانت هذه الاتهامات باطلة وتقف خلفها
جهات ذكرتها بالاسم قبل قليل. إذن ما الهدف من قبل الثوار لتوريط الجزائر في هذه المسألة؟ والله منذ البداية صرح أحد الذين ينتمون إلى ما يسمى بالمجلس الوطني من لندن في وقال منذ اليومين الأولين لدينا معلومات أن دولة تقوم بنقل المرتزقة، ثم في الثاني يوم يقول ثبت لدينا من بريز أن هناك مرتزقة تنقلهم الجزائر، وهل يعقل أن دولة مثل الجزائر محورية ولها علاقات دولية وتوجد سمعتها في المجتمع الدولي وهي تعترف وتتمسك بتطبيق القانون الدولي وعلمت موقفها فيما يتعلق بأحداث ليبيا منذ البداية، ونحن لنا 1200 كيلو متر جماهيرية ليبية وقلنا لا نتدخل في شؤون الداخلية للشعب الليبي، ورفضنا العمل العسكري الأجنبي الذي طلع الآن أن الأهداف الرئيسية له هو ليس حرية الشعب الليبي وليس الديمقراطية في ليبيا، وعندما قالوا البوليفاريو الشعب البوليفاريو 30 سنة وهو يعاني من الظلم والظلم في الأراضي الصحراوية المعتلة وفي المخيمات لم نجد أحد يقول لا لابد من تطبيق حقوقهم، إذا مسكوا جزائريين ليس معنى هذا الجزائري مسؤولة، الجزائريين موجودين في جميع أنحاء العالم وهم يتصرفون كأفراد، والجزائر لا يمكن أن تقوم بمثل هذا العمل الدنيء وتورد مرتزقة لأي طرف كان، نحن حاربنا النزيف الأجنبي والمرتزقة قدام الدفاع المسلح واسترجعنا سيادتنا بين 1.5 مليون شهيد رحمة الله عليه، وحاربنا النزيف والمرتزقة وطردناهم شرطبه، كيف يمكن للجزائر شكرا جزيلا لك وتتدخل في الشؤون الداخلية للشعب الليبي. صادق بقطايا الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك.